نعم زميلي صلاح، يعني أود أن أتحدث عن ما ورد مؤخرا من تجدد القصف المدفعي في المناطق الحدودية الشرقية شمال قطاع غزة، وهذا الأمر يعني يستمر في إطار هذه الجهود التي تبذل وتجعل من عمليات إخلاء الناجين من تحت الأنقاض في المناطق التي تعرضت للقصف عملية مرهقة أيضا لهذه الطواقم التي تتابع في كافة المناطق، وهذا هو الحدث السائد الآن الرائج المستمر المتواصل بعد هذه الغارات العنيفة على منطقة شارع الوحدة وأيضا العديد من المناطق الأخرى في المحافظة الوسطى والجنوبية وخانونس والشمال. تتجدد هذه الغارات في هذه اللحظات وسط هذه الجهود الإغاثية الكبيرة، والأحوال ما زالت على حالها في الميدان. يبدو أن يعني جيش الاحتلال رغم هذه الغارات والضربات والخسائر والجرحى يواصل هذه الاعتداءات باستمرار هذه الاعتداءات والقصف، سواء من البوارج أو من الطائرات أو حتى من المدفعية التي يعني رصدناها في هذه اللحظات تواصل وتضرب. ربما زميلي صلاح، يعني في هذه الأوقات يتساءل المواطن إذا ما كان سيواصل نتنياهو هذه الجرائم والاعتداءات أم أنه سيكتفي بما جرى. حتى اللحظة المؤشرات تشير بأنه يعني جيش الاحتلال يواصل القصف والضرب وإيقاع الخسائر في المدنيين، ولكن هناك تقديرات أيضا تشير بأنه ربما لن يستطيع بعد هذه الضربات جيش الاحتلال المضي قدما في توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. لماذا؟ لأنه هناك يعني جبهات أخرى وإن كانت لا تحسب لها لم يطلق منها الكثير من الصواريخ، مثل جبهة لبنان وجبهة سوريا التي رصدنا في الأيام الماضية إطلاق صواريخ منها، ولكنها تحسب لها حسابا. وما يجري في مدن الداخل الفلسطيني من انتفاض وهب ثأرا ونصرة لما يجري من اعتداءات في قطاع غزة قد يتفاقم ويتفاعل خلال هذا اليوم، حينما شاهدنا حجم هذا الدمار وحجم هذا التفاعل. لذلك نؤكد بأنه جيش الاحتلال يواصل إطلاق القذائف والمدفعيات، وهناك جرائم في قطاع غزة ترتكب منذ 7 أيام حتى هذه اللحظة، ونحن نواصل استهداف عدد كبير من المنازل والمقار وأيضا الطرقات الرئيسية، وهناك أبراج عدة، أكثر 5 أبراج بالحد الأدنى ضربت، إضافة إلى العديد من المنازل. في حقيقة الأمر مسألة إحصاء الخسائر أصبحت كبيرة، وحتى اللحظة نلاحظ أن هناك ارتفاعا في أعداد الشهداء الذين يصلون من المناطق التي يعني تعرضت للقصف. نتحدث عن 12 شهيدا حتى هذه اللحظة وأكثر من 50 إصابة، ولا زالت الغارات حتى هذه اللحظة مستمرة في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وهذا ما يجعل الميدان أيضا مفتوحا. نعم حازم، ابقى معنا لننتقل.